وهذا كل الموضوع يا أستاذ يكيكي. بليز بليز انقذني من هالورطة اللي أنا فيها. طيب أنت ما رحت المحكمة؟ أنا رحت المحكمة، رحت المحكمة وطلبوا مني شهادة إثبات شخصية، أوكي؟ وأنا كان عندي جواز سفر وما أدري وين ضاع مني، فقالوا لي لازم تشوف لك محامي تبنى قضيتك. فعلا ما تقدر تلغي الوكالة إذا ما عندك إثبات شخصية، واللي ما عنده إثبات شخصية مثل اللي يلبس عقال من غير قحفية. أوكي أنا ما قلت شيء، بس مستر يكيكي أنا ولد عمه ماني غريب. القانون ما يعرف ولد عمه ولد خاله. أوه ماي جاد، عيل شنو؟ معناها ما أقدر أسحب الوكالة، معناها كل يوم يقعد يزوجني واحدة ولا ثنتين. عتيجو هذا نصاب، نصب على ناس وايدين غيرك انت ما تحت فيه. ستوبيد، اقول لك ولد عمي تقولي وين طحت فيه. القانون انت الان معرض الى عقوبات قانونيه بالوكاله اللي عنده، وممكن يوديك في 60 مشكله وتروح فيها. او ماي جاد، 60 مشكله. اوكي انا ما قلت شيء. هو يبيني اطلق نوره وانا ما عندي مانع اطلقها، بس بليز خلي يعطيني الوكالة بس. عتيجو هذا يبا عتيجو ساحر فوق جنبسته، وله من يأيده ويوقف معاه. وقضيتك هذه تبيلها محامي قوي، محامي شرس مثلي أنا، ولا هذا من يبراسه. أوكي مستر يكيكي، أنا وكلتك، ها، بس أرجوك فكني شره.